السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من عجنها عجان. اليوم مفاجأة، شخصيتنا اليوم شخصية فنية رسالية ممثل، وهو حسين السماك الملقب بحسين الفش، مواليد 86، متزوج عند فاطمة وعلاوي. الرحب بأبو علي. حياك أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو علي. الله يحييك، الله يحفظك إن شاء الله. طبعاً فكرة البرنامج تعرفها. إيه. وقالوا لنا إن أنت متابع عدل وحاط لك احتياط، بعد ناس تتصل لهم خبرنهم. مسوي احتياطاتي عدل، يعني أموري في السمباتيك على قولتهم. في السمباتيك خلاص. إيه. ولا جاي بياي بعد شيء الحين اراويك. انا ما امشي الا بسلاحي. لا لا تزيد على التريت، ليش؟ علشان الدبه لا تطلع خوك. انت ضعيف ابو علي رشيق، لا تحاتي. هذه ليش يسوونها؟ هذه لزوم الاحتياطات، لان انا رجال شيك. شيف كبير لدرجه شيك. الله. المهم انزين، وش تتوقع طبخه؟ والله اتوقع طبختكم اليوم معجونه عجان. هي ما يعني معجونه بدون. احنا سمعنا ان انت لك شوي يعني تطبخ شوي. والله اليوم طابخ. اوه. زوجتي بعيد الشر عنك مريضه، ما تشوف شر ان شاء الله. وش انا قمت اسوي؟ قلت للاولاد اليوم انا اطبخ لكم. قالوا وش بتطبخ بابا؟ أوكي. قلت لهم بنطبخ لكم دجاج برياني عيش. ما شاء الله. وبنسوي لكم الدجاج مقلي. وبنضبطكم توني. برياني عيش. والله العظيم برياني. برياني عيش جاي لطبختنا العجينه الخفيفه. شوف انا الطبخات القواي ها تعرف من صوبي، بس البصائل الطبخات سموسه جبل. سموسه جبل هذه لعبتي. زين ازيد نسوي الجيمات. الجيمات لعبتي. الكباب انزين. وش تتوقع؟ والله اتوقع معكرونه. لا مو معكرونه، طبخت يا ابو علي ان شاء الله. بسم الله. خنفروش. خنفروش بسيطه. الخنفروش حال جيمات والكباب. انا اشوفه في ال في ال في ال في ال يسمونه بعد انت من منامه. اي الحلواتيه ودنين الخنفروش شعبتهم. انا ناخذه من هناك بس عمري ما سويته. ورطني خوف. عندك 30 ثانيه ما عليه. عندي اي 30 ثانيه؟ تزوج 30 ثانيه اتصل لمين؟ بيقول لك في 30 ثانيه وش الخلطه بس؟ بقول لي طرشها واتساب. لا 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 طرشها واتساب بس تفتح التليفون هني. لانه طبعا يا جماعه الخير الخنفروش يحتاج خنفروش. حلو. ما يبقى لي اي شيء، تاخذ الخنفروشه وتحطها وتصير على طول في الدهن. في الدهن. وكان الله غفورا رحيم. وهذه يا جماعه فشلتونا. وش اجي اقيمه؟ اقول هالشرمه عمري ما ادري وش سالفه الخنفروش. عادي عادي. مكوناته ويش؟ وش تتوقع؟ طحين. فيها شيء من الشكر. أوكي. حلاوه. حلو. فيها بعد وش يا حسين؟ بيض. حلو. اتوقع. اوكي. بعد وش يا حسين؟ بعد وش يا حبيبي؟ بعد وش يا خلف كبدي؟ ما علينا الا نتصل لصديق. اتصل لمين؟ لعويناتي. معقوله بيساعدني؟ روح يلا. لعويناتي سوي طعميه عجيب الصراحه. اسكت لا تفضحنا. الخنفروش بس الخنفروش عمري ما قال. امس عيونك كم مره اقول لك لا تتكلم قدام الزباين. الشاعر حسين الحلواتي بنتصل ليه؟ عندهم حلويات. حلو. مكان في المنامة. زين. أوكي. حلويات ابناء حبيب. ها. أوكي. بنتصل ليه ان شاء الله وبنقول ليه وش يتكون الخنفروش. تخيل ما يعرف. اسمه ويش اولا اسمه ويش هو؟ والله العظيم بهدلتوني مو عارف. والله لا تحاتي لا تحاتي. احسن الحلواتي بحقني. هذا ما قلت لي الرقم المطلوب. لا 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 شوف اقول لك اليوم اسود مبين من عنوانه. لا 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 اوكي ما عليه. حسين حبيبي الحلواتي بيرن التليفون. يا رب يعرف. حي الله حي الله المشاهير. حبيبي ابو علي ياك جورج قرداحي من برنامج من سيربح المليون. ربحت يا والله. ما ربحت يا اخوك. ما ربحت مال المرخ. صايديني في قرنه وحاكريني ومو عارف وش اسوي والله العظيم. ليش؟
انا وياك الحين في برنامج اسمه عجنها عجان، ويبوني صدق عجنها عجان، بس انا هيهات من الدله مستحيل عجنها عجان. نبى نسوي خنفروج بس ما اعرف مكوناته، عندك 30 ثانية تقول لي مكونات مو حين. انزين انا انتظرك. الو اوكي سيد. انزين يلا طول قاعد تكلمني يافا سيد. يلا يلا لا لا ما عليك احسن. لا تبدي تقول لا لا ماني قاعد يهددون قدامي ها يهددون بس انا ويش بالمرصاد. خوك تعرف اول المكونات قبل لا تتكلم؟ اي لا بقول اوكي حلو. عندك ورقه وقلم؟ لا ورقه وقلم صارت مده. لا لا وش يذكرني عقوب؟ وش فيك انت ما تفهم؟ خوك مشني وعلى بركه الله يا فيها يا في الخيشة. أنا بقول لك المكونات بس ما أعرف المقادير. المقادير أنا أقدرهم لا تحاتي عمري لأن أكيد بعجنها عجان اليوم. سميد وبيض وبعد وماي زيت. إيه زيت حلو. زيت زعفران هيل. زعفران وهيل ترى كلهم تجيبهم لي الحين هذين لا تقولي قولهم. اوكي وبعد ماي وورد احس فيها. ماي وورد لازم فيها. طحين لازم فيها. مكسرات ممكن نحط فيها؟ ممكن مكسرات بأثر اغلى. حلو انزين الحين شلون الطريقه ابدي فويش؟ خلص ولازم تسوي الخلطه مكسبه علي تخليها البيضه عشان تعرف. خلاص ميكس وبعدين لا لا ما في بعدين ما بخليك تكمل ميكس. حسين شكلي ربحت المليون. هذا ويش هذا سمين. هلا السلام عليكم يا كسي عبد الحسن راح خلي السماء شرفنا. هذا اللي من شوي شفته انا ادري انت ادري بالموضوع. انا بفتك البيض على راسي محمد كله منه. كله خير يا ابو علي كله يعني خير. ما جبتون قد هوك دود يعني ما جبتون الا واسمها خنفروج. انا اسمها ما ادري باخوك ما اشتريها الا بالسنه مره في شهر رمضان. زين تعجبك هي؟ ها؟ انت تحب الخنفروش؟ يعني شويه. انا احبها مو ما احبها بس هي ما تحبني. الدهن نحطه اياه. انت وش رايك؟ لا الدهن هناك. الدهن. ورطنا. حط سميد. هذا حقوه. هذا انا جايب لنا مقدار. هذا مقدار انت بتحط بها. انا ما امشي الا بارقام. ما والله عليهم لعبه ها والله مقزرنا قزار. لا قال لي فيها خميره. هو بعد قال في خميره. ايه صدق والله العظيم. خلاص اجل خميره زي كذا. والله العظيم هو ما يدري بشيء. لا مكونات الموضوع ما يدري فيه ويقولوا يبي يقيمني انا. لا انا اقيم على الطعم. وانت طعامي. بسم الله نبدي اياكم برنامجنا. برنامج ويش عباره عن عجنها عجان وحسين الفيش قال هيهات يعجنها عجان. يبلين شيء نخلطهم فيه العجينه يخلطونها بقفشه. العجينه كيف يعجنونها؟ بليل اكو قاعد فلفسون علي تقول لي بقفشه. عجل صق بالايد نعجنها بالايد. طبعا ايدي انا مغسوله عدل ها وما يحتاج يعني بتاكلون من ايد نظيفه. ما عليه ومؤمنين يعني احنا. لا تحاتي انا واثق فيك لو بتسوي ويش في الطبخه. انا باك بسم الله لا ابغى اسمع صوتك تنشد. الله بسم الله من الصبح اسمع صوتك انت. هذا عور راسك صوتك يزن في الاذون. بسم الله بدينا والبادي على الله. بسم الله لا ابغى اسمع صوتك تنشد. الواحد من الصبح يسمع صوت عصفور صوت حمار مو صوتك انت. شكر طبعا جميع الاستعمالات. ممكن انتم تحطون قفشه على حسب المقادير اللي عندكم. طبعا احنا قفشتنا هالقد احنا بنحط هالقد. تخيلوا بس هالقد لا عمري حط.
انا الاعجنه عجان بعدلهم يعني. وشوف الخنفروش لازم يكون حلو من الحلو عشان هو يعجبه لازم يكون حلو. اي شيء حلو اي شيء حالي حلو عجن زي الشكر. شوف الزعفران مهم في كل الشغلات بس لا تزيدونه واجد عشان لا يرد عليكم رادي ورا. اوكي رادي فوق في ميزانيه لانه غالي. الريحه لازم في الماي ورد تكون حلوه وجميله. ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يبقى لها طبعا طحين لانه صايره ماي مايو. ما هي السميد والطحين هو اللي بيسويها ويش هو اللي بيعجنها عجان. لازم تكون شوي ثقيله طبعا علشان وبش راح الرايح. لا 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 والله العظيم انا كل يوم بسوي وش سموه هذي خنفروش. لا ما حافظ الاسم. الاسم مو طبيعي يا جماعه لان انا ما اطلب خنفروش واجد في الحياه زين بس قاعده الامور تتضح لي ان انا اصبحت شيف محترف. شكرا لك. لا بين من ريحتها وشكلها. لا ريحتها ما ذكرني. ذكرني بالريحه. ذكرني بالريحه يا جماعه لازم تكون الريحه طيبه. ها لازم تكون أثقل طبعاً. وش اللي يسويها ثقيلة لازم إحنا نخليها شوي تهدأ تخمر تخمر. مقاديرك دقيقة. اي نعم أنا ما ألعب أنا رجال جاي حماسي وجاي أنبا أفوز وأنجح. العشرة من عشرة هذه لازم أصيدها. أما لما صدتها ورجعت خايب الآمال هذه كبيرة في حقي. وش ينيمني الليلة أنا. أعتقد لازم يعطوني البرنامج وقت. لا أنا أعطيك فعلا زين منها استريح ومنها افكر وش اسوي عقب هالخلطه هذه الطبوطه. واحنا طبعا الحين سوينا الخلطه مثل ما انتم شايفين خلطتنا هذه بس طبعا لازم نخليها شوي تخمر عشان بعدين نحطها في الزيت ونضبطكم. بسم الله نشيك طبختنا. بسم الله وبسم الله. هذا الماي الحين عايشي؟ هذا لا هذا جايبينه حق شغله. اوكي لا خنفروش. تبي تنزل بالقفشه لو بالايه؟ انا عمري ما شفت شلون يحطون الخنفروش. انا شفت غير هالنوع بس هو هذا النوع يستوي باي وش سببه؟ سبب يعني الهرمونات مو طبيعي. لا 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 سبب وش يعني. يلا شغل لك دو فنتين فنتين نشتغل واحدة مني واحدة منك. تبى المقلل ولا دو؟ والله عليك بليت شاي حليب خبز هذي زين. يعني معلومة واحدة ما عطيتني الظالم وتباني عشرة من عشرة. انا اجيب لك 11 زين ابو علي. نعم عندي لك انا كم سؤال يعني. احسن شخصية تحبها في التمثيل؟ هندي. السلام عليكم بابا انا يسوي تلفون في نفر ما في تلفون. شنو هذه اربعانة؟ هذه ربيه ونص بابا. ماما هم تم كوبيار كرتاي ماما. بابا قول واجد في كبره هني. بابا ما في كلام مو زين هذه ماما. بس احس ان هالدهن هذا كفايه. متاكد؟ ها ما دام قال متاكد. لا. طبعا لازم يسبح. انزين ابو علي. ها عمري. اسمك الحين السماش شلون الفش؟ هذا السؤال مهم وجميل. سنة من السنين في هالسنوات القديمة ما اذكر اي سنة الشغل جولينا شافوا انجليزيتي ضعيفة وكذي قالوا لي وش رايك تطور من انجليزيتك وكذي وهذا اجيكم وين؟ المكتب الساعة كم؟ 9 الصبح. رح قعدنا وقالت لنا ويش؟ التيتشر المدرسة كل واحد يعرف الاسم ماله. وش اسمك؟ حسين عبد الحسن ابراهيم السماش. ها؟ فلا تقول لي شنو الشماش؟ قلت لها سماش فيش فيش فيش. قالت فيش؟ وبعدين من شافتني ما مشت علي هذه الكلمة. الفش. الشركة بدأت نادين حسين الفش وهذا الفش فش. جو وقت للإنستغرام فحطيت اسمي حسين الفش وبديناها وكذي وانتشرت. وش لدهن شكله ما راضي يحمى؟ لا بالعكس حمى زين بس لو تحط ايدك حق تجرب بس.
صحيح لايكاتكم تعليقاتكم مشاركة القناة طالع شوف قامت تنفخ الحوار الله صدق صارت يا جماعة صارت غلا سبحان الله غاية أبو علي في الخنفرش ترى مو إنه هو يستوي الخنفرش تصير الحوار هذه الحواف اللي قاعد أحلم فيها صارت انزين أبو علي نعم عمري طراقات التمثيل طراقات التمثيل هذه حكاية يبليها حكاية ورواية إيه أقول تعال صباح شوف عقالي عدي تعال عقله هذا العقال وتعد سامحني ناس ما تمشي إلا بالتسطيح طبعا الضرب هذا اللي تشوفه سيد كله صدق وحقيقي كله ايد ابو حسين ما شاء الله هالمتن اوه اي والله هالمتن ياخذها ويصبحها على هالوجه الطيب ستار حقيقي هذا تدري يمكن لو يعني الشركات العالميه تدري ان انت تتحمل الستار سيدس استدعوك ولا المشكله مو كذي المشكله نعيده اكثر من مره الستار اوه هذا يعني المشكله من هذه الجهه ضربني زين ورد يجي بعد حسين العويناتي والعويناتي صورنا لانه ورد يجي هالجهه بعد هالجهه افضل اعتقد خدي ساح اي هذاك يحب الشارع علي زين تعتقد وانا الغربه والله هذه المشكله لو كان ابو علي مو ممثل ايه؟ ممكن يكون لاعب سله دا ممكن لاعب قدم ممكن لاعب سلة لا لأن السلة أنا ما أعرف ليها قوانين كثر ما أعرف إلى القدم يعني هذه بنعطيها واحد صغير حلو الصغار فطوم على الأول أي والله أولادي يحبون الأشياء شيء الكيوت الصغار ما شاء الله هذه لا تقيمها هالسودة مو تقول سولفت وياك صارت سودة لا والله العظيم انت سيد تقعد تبربر وهذا وتشوف ايش تسوي لنا هذه لا حد ياكلها غيري ما ابغى حد ياكلها زين انا بنشعن فيها يمكن احلى واحده عجل كلها انت هذه انا شايفينها في مكان هذا دجاجة شكلها ما اي دجاجة اقول شايفينها من مكان اليوم فخور اليوم شايفينها اقول هاي دجاجة بس لحي تشوفها يا جماعة لان بديت اسوي خرايط وبديت اسوي اشياء مو طبيعية ان شاء الله هذه اخر قلية طبعا اخر قلية احنا بنقيم على القلية الوين القلية الحلوة ها مو الثانية الحلوة شباب اذا عجبتكم الحلقه ما عجبتكم الحلقه سووا شير وسكرايب وهذا وادعمونا ترى حلقتنا واجد حليوه حلقتنا يا جماعه الايسي ذبحنا ذباح والقاعدين صوب الفرن مثل ما انتم شايفين وهلا هلا في الحسين السلام عليكم انا يسوي اليوم كام فاروش هذه كام فاروش شنو يعود فيه يعود فيه واحد شويه سميد واحد طحين بعد شنو زعفران لازم زعفران لازم شنو هادي وجهه وانا هادي طحين يعط لازم طحين بعد هادي وشنو هادي في ريحة هيل هادي هيل لازم يا شباب انت يهب هيل لازم يحط في خنفروش شدي يصير لازم شوف لازم هادي كامل دائرة ما في واحد مني برا واحد مني برا جيت هادي يعني يسوي كمفروش انا اسم مالنا كمارا سوي شير وسكسكراب حق مطعمكم اجنها اجان هادي السندويشة حق انا هادي ما يندرى شلون صارت كذي يا جماعة انا كنت طيب وش حلاوتي ماشي صح بس في الاخير الايسي بند وتعبان ابغى اخلص سريع وامشي طبخت واجد اسوأ طبخة طبختها اعتقد يوم بديت اتعلم المكبوس مكبوس اي علمتني زوجتي شلون اسوي المكبوس سويته عجينه صق عجنتها عجان سويت مكبوس كذي والدهن كذي ناكل لا قلنا حرام ينفلك لازم ناكل لازم ناكل يا جماعة هذه أول تجربة وزوجتي قالت لا بيناكل ما عليه أكلت لقمة واحدة الله وكيلك ومشت
خلاص والله العظيم ما قيمته. قيمت قالت بنام شوي لان المشبوس واجد فقير. والله العظيم نامت وقعدت قالت وين المشبوس؟ اقول لها اكلته كامل. صدق؟ والله من القهر. وايش طعمه كان؟ زلابيه. ها بعد طعمه غير شي ثاني. وضعه كلش. والحين ما شاء الله من احسن الناس في البحرين اللي يسوون المجبوس. صدق؟ تقريبا تقدر تقول. ما شاء الله. اي نعم خلني انفخر. حياك سيدي. لا لا بد انت. طالعني. وش؟ بدك احسك ما ادري شايفه. ها؟ وش؟ ها؟ اللي غصيت في مايو. اجيب لك ماي؟ لا اوكي وضعي. اشيك انا الحين؟ ما ادري بتشيكي؟ ما له داعي؟ والله حلوه هي. بس مال واحد في سكري، الشكر لازم يكون اضبط من كذي يا جماعه. طلعت ما صدت الشكر، انا اقولها بكل ثقه. بس اقول لك طبعا ان انت اول مره تسوي خنفروش اصلا ما يسوونه في بيوتكم مال منامه ما حد، وتجيب عجينتها كذي، هذا صراحه انجاز. طبعا يعني انه الينا احنا نقول لا يفضل ان السكر زين بس تنأكل. صراحة أنا مو متوقع كنت أوصل لهذه النتيجة والله، يعني من أول ما بدلت برنامج وقلت لي خنفروش والله العظيم انهزيت كذي، يعني أتوقع أنا في البيت بعيد الكرة وبسويها. باقي بس السكر تزيده. انزين الحين نروح لوش؟ شير وسكسك شو؟ التقييم؟ لا ما نبغى ننهي البرنامج. لا لا التقييم. انت حقك فرك ايدك، انت بتقيم الحرارة. اول شغله الاتصال ازيد من 30 ثانيه كان. شنت قلت لي هذا؟ اقطع 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 وانت تسوي. صيد؟ نقطه ثانيه السكر، انت قيم زيد الدرجات، وهذه الخلطه صراحه الممتازه. الحمد لله رب. اللي تسوي العجينه بهذه الكيفيه، طالع طبعا هذه نسامح حالنا نفسك. هذه كانت اول وحده يا جماعه اللي قلت لكم هذه ما بتتقيم كتجربه لي، وهذه انا باكلها. تكون صارت احلى، يكون فيها شكر دي صراحه اضبط مستويه فريش. انزين التقييم درجه ونص على 30 ثانيه ودرجتين على السكر 6.5. يلا عشان ابو علي ومسافه الدرب وكذي وهذا 7/10. والله انا احب الرقم 7 من يوم انا جاهل وطالب. يعني الحمد لله سبعة. زين ابو حسين العويناتي انا اتحداك تجي ابغاك تغلبني، انا وصلت 7/10 من 10، ابغى اشوفك انت تطوفني بمهارات الطبخ لو ما تفوز علي. ها؟ نشوفك ابو حسين. انا التراولي ما بيقدر اطوفك وما طلعها في حرة التمثيل. ايه وهالطراقات بالزين. وش تسوي يا عمي عقب ضربتني بعد؟ ايش ولا كلمة؟ يعني زين الوضع مالي لو لا 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 ترى لا تتحدى. ابو حسين كل التحيات لك. حياك. تحياتي لابو حسين لعويناتي، ونقول لكم شير وسكسكسراي ايه ومتابعه لقناه مطاعمكم والحلقه عجنها عجان، ونشوفكم في الحلقه القادمه. ولا تبون نضيفه في الحلقه ونجيبه غير لعويناتي؟ انا ما عجنت عجان. ها انا بالعكس ضبطها ضبط العجين. ضبطها ضبط العجين مثل ما طلبتون. ابو علي حسين الفش جبناه. اكتبوا لنا الشخص اللي تبونه. السلام عليكم ونشوفكم في الحلقات القادمه. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم ظريف واستانستون ايانا. يعطيكم العافيه. مع السلامه. شخصيه فنيه رساليه مثلت في واجد جنايه. كل منكم يا محمد بدلتوني يا محمد. اي بص حضرتك حلو حلو بدينا في الجانب المصري. عندنا ممثل يبى يشارككم. منو؟ محمد؟ المصور. انت يا حلو. لا ما عليك، هو يبى يشارك. اسمع يبى يشارك عاد مو اي مشاركه. ها ويا زوج عمته المصري. وش اوه صديقي زي ما بقول المثل عندكم
فقير لا في على الطرار غزاتنا كل ما من يجي زوج عمته يزور جد يعني بيت ابوه وشيل شنبه يروح رايح جاي قدامه رايح جاي يعني تشوفني ام بنفل شوفني فادك ولا معبرني وانا اوعد محمد انه يمثل دور واحد فالت روحه من 21 فابق يقدر ما يقدر عجز خلاص خذوه مصور ناخذه مصور تمام ينفع هذا الشيء هذا مبلل ثلاجه قول له كلها الشمسيه شغال بدد لا احنا مبدين ومقطعين قاعدين احنا اللي ورا داير انا دار راسي منك مو دايره